بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد المقدم خالد بن سعود بن خالد الحليبي. إن شاء الله راح نتكلم عن طبقات الأرض. أثبت العلماء حديثا أن الأرض تتألف من 7 طبقات، بعضها فوق بعض، تبدأ من القشرة الأرضية الرقيقة على السطح والغلاف الصخري، ثم تليها 3 طبقات، ثم النواة الخارجية والنواة الداخلية. صراحة ما نقول إلا سبحان الله، لقد ذكر القرآن هذه الحقيقة بدقة مذهلة. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، سورة الطلاق آية 12. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى الأراضين السبع في قوله في الحديث الشريف: اللهم رب السماوات السبع وما أظلت، ورب الأراضين السبع وما أقلت. هذا الحديث من السلسلة الصحيحة. صراحة ألا تشهد هذه الحقيقة على صدق نبينا عليه الصلاة والسلام؟ والله أعلم.